بص على الجزء كذا صفحة كذا. لا أنا خفت منك أنت بقى لما أنت قلت كده. ها وبيقول لك إن من قال في غير الاستواء غير ما نقول فقد كفر. حبيبي متى كنا نعتمد في ديننا على كلام الرجال؟ إحنا بنعتقد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كتاب وسنة بفهمه هو. مين ابن خزيمة؟ مين البخاري؟ الذين كفروا منكر علو الله سبحانه وتعالى، من هؤلاء؟ من هؤلاء حتى يأخذ منهم هذا؟ هو ما يعتمد على الرجال يا رجل، عنده الكتاب والسنة بفهمه، لكن إذا لزموا شيء من قول الرجال يصير مثل هنا أحد الناس قال سأله عني، قال هل يمثل أهل السنة؟ لأنه دائما يتحدث بلسان السلف. إيش يجيبه؟ نفس الشخص الذي لا يحتج بالرجال أبدا، قال انظر إلى أقوال العلماء المعاصرين. هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس من استهانة بالسلف الصالح رحمة الله عليهم، وسخرية ممن يأتيه بكلام السلف الصالح وفهمهم لميراث النبوة، ويقول يعني خفت منك إذا قلت لي الجزء الكذا والصفحة الكذا لا نأخذ بأقوال الرجال ما شابه ذلك. هذا الخطاب هو الذي يخرج لك أمثال هؤلاء. انظر كيف يعلق على مقطع فيديو فيه كلام عن إجماع، إجماع على تغطية الإناء في الليل. انظر كيف يعلق. هذه النماذج وإن كانت قد يكون هو هذا الإنسان بنفسه على غير فكر الإنسان الآخر، لكن ما الذي يؤدي به إلى أن يستهين بالإجماع، إلى أن يستهين بكلام أهل السنة، إلى أن يستهين بعلماء السلف الصالح، بل بالسلف أنفسهم، بالسلف كجيل، ويرى نفسه مساويا لهم؟ ما الذي يؤدي به إلى مثل هذا؟ هذا النوع من الخطاب. فاحذروا يا إخوة واحترموا سلفكم الصالح، فما لم يكن في زمانهم دينا فليس اليوم بدين. وإذا لم يكن فهمهم هو الفهم الصحيح للكتاب والسنة، فكيف سيفهم الكتاب وهم العرب؟ السلف الصالح هم العرب، هم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذ تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذ 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 النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن فهمهم هو الفهم الصحيح للكتاب والسنة، يجينا واحد مثل هذا هو الذي يفهم لنا الكتاب والسنة؟ يجينا مشايخ معاصرين هم ولا متأخرين حتى في القرون المتأخرة إذا خالفوا السلف هم الذين سيفهمون الكتاب والسنة؟ المعيار في فهم الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يرونهم. انظر ماذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني أناس يتساهلون بالحلف والشهادة، فما بالك أن يؤخذ عنهم ما لم يكن دينا للسلف الصالح رحمة الله عليهم. وفي رواية الترمذي قال ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون. يعني هو يروح يدلي بشهادة دون أن تطلب منه، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيه مسما. فنحن كيف نعرف الصالح من الفاسد، ونعرف الصواب من الخطأ في فهم الكتاب والسنة بالرجوع إلى فهم السلف؟